النهاردة نادي الزمالك هيفتتح الموسم المحلي بتاعه بمواجهة من العيار الثقيل، طبعا أمام بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي الساعة 7 مساء إن شاء الله. مسابقة الدوري اللي بنحمل لقبها في 14 مرة سابقة كان آخرهم موسم 2022، هي مسابقة يعني ليها قواعد وأسس معروفة ومعتادة وأصبحت يعني بمثابة العرف كده في الكرة المصرية. ومن أهم القواعد دي إن الزمالك دائما وأبدا فهو منافس قوي وشرس وبارز على اللقب. هتروح يمين هتروح شمال، هتقولي قيد مقفول قيد مفتوح، لعيبة جت أو لعيبة مشيت، هذا هو الزمالك يا سادة. وعلشان كده إحنا هنا في نهارك أبيض بنرفض تماما أي نغمة انهزامية سائدة اليومين دول، لمجرد إننا يعني خسرنا مباراة في جيم من مباريتين ومازال لدينا القدرة إن شاء الله على التعويض هنا في القاهرة. يا سادة إحنا الزمالك قوتنا أبدا عمرها مكانة في اللاعب الفلاني ولا السكواد العلاني، إحنا عندنا حاجات أعلى وأقيم وأقوى بكتير من ده، عندنا التاريخ، العراقة، الاسم اللي يخض أي منافس، والتيشيرت اللي يعني بيحمل من جينات النصر ما يكفي للوقوف أمام أي خصم مهما يعني بلغت قوته. الزمالك كمان يعني قوته في جمهوره اللي طول عمره واقف جنبه من 1911 ومعاه في انكساراته قبل انتصاراته وبطولاته. فأرجوكم بلاش نسلم ولا نتشائم ولا نوصل للعيبة إننا يعني خسرنا الموسم قبل ما الموسم يبدأ أصلا، أو نديهم حتى مبرر للخسارة أو مقدمات ليها. حد يقول لي بس الكورة بقت استثمار ويعني معطيات وفلوس وصفقات، هقول له تمام محدش اعترض، ولكن إلى حين يجي شهر يناير ويحصل يعني يبقى فيه كمان استقرار نسبي داخل نادي الزمالك، يبتدي معاه مجلس الإدارة اللي جاي بدعم الفريق ويشوف مشاكله إيه. لازم دلوقتي الفترة دي نشتغل على في إيدنا، وهو إننا بنملك جمهور قادر إنه يضخ جرعات من الحماس في نفوس اللعيبة اللي موجودة داخل نادي الزمالك ويطلع منهم طاقات يعني تمثل يمكن 200% من قدراته. يعني ده طبعا هيحصل بيكو انتوا جمهور نادي الزمالك العظيم. مباراة النهاردة قصاد بيراميدز هيكون للعيبة عامل أكيد مهم جدا فيها، وكمان هيكون للجهاز الفني ومستر أوسويو تحديدا دور كبير، خصوصا يعني في ظل وجود غيابات مهمة ومؤثرة كتير النهاردة زي زيزو فتوح وعواد. لكن زي ما قلنا احنا نادي الزمالك ما بيقفش على سكواد معين ولا على لعيبة معينة. دلوقتي اللي بيتكلم وبيوصل رسائله للفريق وأهمها طبعا إن الزمالك يبقى الزمالك ويراهن على سقوطه وخروجه، الناس اللي بتتكلم على ده ودايما شايفين إن احنا بره معادلة المنافسة، ده واهم لسه ما يعرفش يعني إيه كورة في مصر ولا فاهم مين هو الزمالك. فلعيبة نادي الزمالك خلوا ردكم دايما جوه الملعب، مش مطلوب منكم غير حاجة واحدة بس الفترة اللي جاية، وهي الإيمان بإن اللي جاي أفضل واللي فات مش هيتكرر تاني. الوضع في نادي الزمالك يعني ككل ان شاء الله داخل على الاحسن، داخلين على استقرار واداره منتخبه الجمعيه العموميه حاطه او يعني واضعه فيها كل ثقتها، ومناخ يعني يصلح للعمل والتخطيط للمستقبل القريب خلال الـ4 سنين اللي جايه من فتره طبعا عمل المجلس الجديد.